أصدقائي المشاهدين أحباء كرة القدم على بين سبورتس، نلتقيكم هنا من ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. هو لقاء كأس العالم للتاريخ بين الأرجنتين والمنتخب الفرنسي. طبعا لم أخطى في الطريق ولم أخطى العنوان، أنت كأنك في استاد المونيمونتال الشهير في قلب العاصمة الأرجنتينية. هنا أكثر من 35 ألف أرجنتيني قدام تقريب 1500 ماكسيموم من عشاق تريكولور أرجنتينا. هنا في كازان تلاحق حلم المونديال، هنا هذه هي كازان، هنا في روسيا تقريب 1000 كيلو على العاصمة موسكو، مدينة تتسع تقريب 1.5 مليون النسمة أو الساكن، وهي مدينة معروفة بخليتها ونسيجها الإثني باعتبار أنه 48% من شعب كازان هو روسي، وهناك عرق التتار. هنا 48% الباقية من التتار، هنا أحفاد جينكيز خان ولذلك الغالبية هي مسلمة. هنا في مدينة بربانيغا الكرة الأولى خطيرة جدا في منطقة الجزاء، ترجع دفاع الفرق، يمشي دي ماريا، أنخيل أنخيل التوزيع القائم الثاني، يمشي الكرة جريزمان، جريزمان الكرة الأولى عطالو يلعب مبابي، يمشي مبابي، زاد مبابي، هرب مبابي، بيناتي، ضرب جزاء للفريق الفرنسي، ضرب جزاء للفريق الفرنسي. المباراة تتولع هنا في كازان، هنا في كازان في أرض التتار. 22 للنخبة الفرنسية، يمشي جريزمان حط جول، 1-0 لفرنسا، 1-0 لفرنسا عن طريق جريزمان، 1-0 للأتلتيكو مدريد. اللاعب جريزمان يسجل الأهداف وسط الفرق. الكرة على الأطراف، تمشي الكرة عن طريق خدي ماريا، دي ماريا يمبري كوماندانتي ميسي ليس جيفارا فون، لعب البوكا يوزع كرة والدفاع ترجع عن طريق السمو، تبدأ خطيرة مرة أخرى وكرة مبابي راس راس وفرصة الهدف الثاني، والحكم ماذا يقول؟ ضرب جزاء أو خطأ؟ خطأ، فاول، فاول، خفت عليك الأرجنتين، ولكن حكمه أقدام. يمشي بوبوبا كرة بربانيغا، يمشي يفير الكرة على القائم الثاني، والرز الأرجنتين مع هذا البطل في التحضير، كرة تمشي طويلة، كرة بعيدة الحارس هوغو لوريس، هوغو لوريس قدام رقم 15 إنزو بيريه لاعب الريفير، يهرب جريزمان، يدخل جريزمان، كرة خطيرة فرصة فيرماس جران، يرجع للأطراف، يرجع للأطراف يوزع كرة، ولكن الدورة الكبرى يورو أو مونديال لمنتخب فرنسا. جيرو في العالم مطالب الآن ميسي أنه يصنع الفوارق عن طريق ليونيل ميسي، يمشي البوغا مع ماتودي، فرحة، يستحق الكاس، يستحق اللقب بعد التعب. المنتخب الوطني ترجع كرة الفريق الأرجنتيني، الشوط الثاني ترجع كرة ممتازة، ميسي يدخل منطقة الجزاء، جابا برافو، جابا بافون، يمشي بافون يوزع كرة عن طريق بيريت، تمشي كرة خطيرة العرضية، رجع الكرة عن طريق جريزمان، جريزمان كوين عليهم برشا، تمشي فرصة الثاني، هو كرة خطيرة المنتخب الفرنسي، فرنسا الفرنسي هو الأفضل في الفترة الأولى المباراة، بالرغم الألوان لفريق البوكا، التسديدة ممتازة جول. ست انتصارات وثلاثة تعادل، خسروا كان مرتي، ترجع الكرة عن طريق البولجا، يمشي ليونيل والهدف الثاني، الهدف الثاني، أرجنتينا أرجنتينا أرجنتينا، ميركادو ميركادو أماركادو ميركادو أماركادو ميركادو يسجل الهدف الثاني، راحت عليك يا فرنسا، راحت ذابت وانتهت ممكن. ميسي شاط، الأرجنتين في دورة الثمانية البيكيت، يمشي عن طريق الديوك، يلعب نجم المباراة في فرنسا مبابي، حاط الكرة عن طريق مبابي، فرصة الثاني، يضرب، يضرب كثيرا على الخصوم الخارجي من المونديال، الثالث في وسط الدفاع، فوزي خطيرة، والثاني، الثاني، ضيعت الكرة فرنسا، ضيعت الكرة فرنسا، فرصة الثاني، شاط كرة حتى جول. Let's go.
سوية ماتش كبير يا انخيل. يعرض دي ماريا عرضية من انخيل فرنانديز والهدف الثالث عن طريق العشرة يا دي جول 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 مبابي. فرنسا تلعب اقوى مبارياتها. سحرتيني امتعتيني بدعتيني هبلتيني جننتيني. فرنسا 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 منتخب الديوك يسجل ثالث الاهداف في دفاع يفتح كوبري ميسي يرجع له الامل مع المدرب ديدي ديشان. هذه حقيقة الثالث لك وفي كاس العالم يمشي ليونيل سيم ليونيل ترجع له جدار يلعب الكرة عن طريق اللاعب رقم 17 ماشي له الرابع 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 4-2 4-2 للمنتخب الفرنسي 4-2 عن طريق القطار. امبابي لا يتوقف في محطات الارجنتين. انهيار ارجنتيني انهيار ارجنتيني 4-2 لفرنسا. فرنسا تقتلب بالمرتدات 6-7 تمريرات يوصل امبابي راس راس كرة عن طريق ميسي والهدف الثالث